حضرتك بعد بس أنا إذنك. عايز أعيد تاني إن الموافقات الأمنية المواطن لا شأن له بها، ولا هيروح مديرية الأمن، ولا هيروح يدفع فلوس. اللي هيحصل على الموافقة الأمنية هو مراكز التراخيص الحكومية اللي هتجيب موافقة الأمن أونلاين في المدة المحددة لصدور الرخصة. يعني مش هيحصل تعطيل في الرخصة، ولا هيحصل إن المواطن يروح، ولا هيحصل إن المواطن هيدفع. طب نقول تاني، المواطن هيعمل ايه؟ المواطن كل اللي هيعمله انه بيتقدم بالطلب بالمستندات بتاعته لمركز التراخيص. المستندات ايه هي يا فندم؟ المستندات زي ما انا قلت واقول تاني: صوره البطاقه الشخصيه، تمام، صوره البطاقه الضريبيه، ايوه، السجل التجاري، العقد بتاع الايجار او التمليك، ايوه. واذا كانت فيها اغذيه بيقدم البطاقات الصحيه. هيدفع ايه؟ هيدفع الرسوم المقررة فقط اللي هي قلناها قبل كده في البرنامج وفي كل البرامج، تمام، اللي هو كل حد بيدفعها، مش هو بس كل حد بيدفعها، واللي مشترط موافقة أمنية ملوش رسوم إضافية خالص. ده اللي أنا أقصده. أيوه، يعني اللي بياخد موافقة أمنية ملوش رسوم ما إضافية. بياخدش يا فندم، ده الموافقة الأمنية بتيجي على النشاط بعيد عنه خالص دون أن تمام يتدخل. تمام الخمسة وتلاتين نشاط، هقول لحضرتك ال 35 نشاط هي انشطه قليله العدد على فكره، برضه امال هم دي خمسة مهمه. وتلاتين ليه؟ هم 35 نشاط، لكن كل نشاط بنلاقيه عدده محدود، ما بيبقاش كتير. يعني هدي تمام، مثل، ايوه هدي مثل ايوه حضرتك: الاسواق بانواعها اللي هي اسواق المواشي واسواق الخضر والفاكهه، كم سوق في القاهره كلها؟ كتير، سوق العبور لا يا فندم، ده لا يتجاوز اصابع اليد الواحده. على مستوى الجمهورية، على مستوى القاهرة مثلا، على مستوى محافظة كبيرة، على مستوى المحافظة، محافظة زي محافظة القليوبية، أسواق المواشي عبارة عن تقريبا 7 أو 6 أو 7 لا يزيدوا. دول أسواق الخضر محتاجين موافقة زيهم منين؟ دول لسبب لأن الأسواق دي بيبقى فيها عربيات داخلة وعربيات خارجة، ولازم تتنظم في المرور له دور، الأمن العام له دور. يعني المسألة، ولازم يبقى الامن متواجد، لان بتحصل خناقات في الاسواق دي بتبقى خطيره جدا. انت بس سالتك، يعني الامن هنا للخدمه مش للتعطيل ولا حاجه. للتيسير مش للتعطيل. بالظبط. ايوه. سيادتك مثلا محل بيع وتداول وتاجير الزي الرسمي لرجال القوات المسلحه والشرطه، كم محل طبعا في القاهره؟ ده لازم ياخد موافقه. كم محل في القاهره؟ 2. تمام. هم 2 انا لا، عارف. ايا كان العدد ده لا تحديدا لا، لازم انا عايز ياخد اكد بس معلومه، ان كافه ال 35 نشاط دول محلات محدوده العدد، ايوه، لا تمثل في التوتال بتاع المحلات نص ربع في المية لا طيب يزيد. قلنا الزي الرسمي للجيش والشرطه لازم ياخد موافقه امنيه، قلنا أيوة. الاسواق سواء كانت اسواق مواشي او خضار او